وإياكم على مدى 4 أيام نعيش هذا المهرجان الجميل وهذه البطولة الرائعة. ونحن اليوم في هذا الصباح الجميل سوف نكون مع آخر أيام هذه البطولة التي سوف تشهد بطولات مهمة بإذن الله، لحظات أعزائي الحضور، ونكون مع الفئة العاشرة بالأفحل بعمر من 4 إلى 6 سنين بنزول السادة الحكام إلى أرض الميدان. نستقبل هذه الفئة العاشرة با في أرض الميدان، ونتمنى التوفيق للجميع في هذه البطولة الرائعة والمميزة. نستقبل الأفحل الآن في أرض الميدان.
إذا اكتمل عقد فئة العاشرة أبحل بعمر من 4 إلى 6 سنين وهذا كلاس 10 ستاليون from 4 to 6 years old section B. نرحب أجمل ترحيب بالسادة الحكام لهذه الفئة من بلجيكا السيدة نيلي بيلفورت هيرمان من إسبانيا، سيدة بيلار كافيرو بينو من بولندا، سيدة أليشا بوزنيسكا ومن فرنسا، سيدة كريستين فاليت أيضا من فرنسا، سيد إريك جير من مملكة البحرين، السيد خليل إبراهيم المختار مملكة العربية السعودية، سيد سامي بن سعد مملكة البحرين، سيد علاء حماد ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، سيد يوسف أحمد العلي. لكم منا جميعا كل التحية، مسؤول ميدان السيد وليد الحدادي. أخذ الانتباه والمسافات، الانتباه. هدوء هدوء هدوء. خلينا هدوء يا جماعة، شايفين كيف الأفحل هي هاجي خلقة، خليهم بس يدخل كل فحل لوحده بتعمل اللي انتو بدكوا إياه. شايفين الأفحل أعداد كبيرة في الأرض الميدان، يعني بلاش تخسروا فحلكو ويفلت لا سمح الله ويخرج من الميدان ويستبعد. فنكون هادين، خلي الأفحل هاديات يشوفوا النظر الأولية وبعدها ده يدخل كل فحل لوحده وسفقوا زي ما بدكوا. معلش هنكون هادين، بلاش نطلق أصوات، خلي الأفحل هادية، هي نظرة أولية فقط، يعني هاي ما لها دعوة بالتحكيم أبدا. راح نشوف كل فحل لوحده راح يتحكم عليه. شكرا لكم. إذن هذه البطولة الوطنية 12 لجمال الخيل العربية الأصيلة بتنظيم وإشراف مركز الملك عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة، اليوم 4 والأخير، وإياكم أعزائي الحضور وتحظى هذه البطولة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل يحفظه الله، رئيس مجلس إدارة هيئة بورسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، له منا كل التحية والتقدير. الخروج بكل هدوء من أرض الميدان في هذه الأثناء، نبدأ وإياكم بعد لحظات منافسات الجمال والقوة والأصالة والتاريخ والسعادة، بعد لحظات نكون وإياكم باستقبال أول الأفحل في أرض الميدان. First horse to go. هذا هو أول الفحول في هذه الفئة، فئة العاشرة باء، فحول من العمر من 4 إلى
ست سنين. كما ذكرت اليوم تصفيات مهمة، اليوم بطولات مهمة، اليوم الختامي الرائع في هذه البطولة المميزة. هذا كل اليوم سوف نشهد وإياكم، كونوا معنا تابعونا، نكون مع تعرف اليوم إلى المتأهلين والمتأهلات من الأمهار والمهرات من الفحول والفرسات. هذا كله سوف نتعرف على الأبطال والبطلات من خلال أقوى التصفيات في هذه الأمسية بإذن الله، من خلال هذه البطولة الرائعة، البطولة الوطنية 12 لجمال الخيل العربية الأصيلة. هذه البطولة التي تحظى بتنظيم رائع ومميز من مركز الملك عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة. Next horse to go. Thank you. Number 376. Next horse to go. Daddy. Thank you.
إذن لدي الآن أولى النتائج لأول الفحول، الفحل رقم 375 سالم الشقب من الأب اس ام اي ماجيك وان، والأم شهيرة الشقب المالك سعد عادل بن سحيمان بن سعود العنزي. سكور وز نمبر 375. تايب تهويل عربية 18.5 19 19 19 18.5 3 times and 19. هذا نك رأس الرقبة 18 18 18.5 19 18.5 18 18.5 18 18.5 18 17.5 17.5 18 17.5 next 16 15.5 15.5 16 16 15.5 15 16 movement al haraka 19 18.5 18.5 19 3 times 18 and 19 total score 89.25. إذا 89.25 لسالم الشقر. الجواد التالي في أرض الميدان. لدي الآن نتائج الفحل رقم 376 لقمان الخالد من الأب جوريوس أبال ومن الأم الأي فلور كارول المالكة الأستاذ ناصر بن نايف معيض روية الحربي مربط فخر النايفات. فور تايب الهوية العربية 19 19 19.5 19 19 18.5 19 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
18.519 total score 89.92 إذا 89.92 مجموع علامات الجواد لقمان الخالد وهو ملك الأستاذ ناصر بن نايف معيض رويثي العمري مربط فخر النايفات. إذن هذا الجواد كان ملك الأستاذ ناصر بن نايف معيض رويثي العمري مربط فخر النايفات حقق 89.92. Next horse to go. We'll be right back.
سكور فورس نمبر 378 يعني رقم 378 عاتق البداير. هذا الجواد من الأب في الرشيم والأم الأريام الماس المالك الأستاذ سلطان بن عمر بن عبد الله بن فيصان مربط مرسيدس فور تايب الهوية العربية 19.5 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
Thank you. Next, horse to go. لدي الآن نتائج الجواد رقم 377 من طريق السيد وهو من الأب ماجيك أوف شوان ومن الأم إن دبليو ماتلين المالك الأستاذ محمد بديع حمدان القريني. سكور فورس نمبر 377 تايب الهوية العربية 19.5 19.5 19 3 times 19.5 19 19 هيدا النك راس ورقة يونانيمس 19 16 جميع الحكام بادي الجسم 19 18 18 18 17.5 18 18 17.5 18 16 points 15 15 15 15 5 63 times 15.5 movement الحركة 19.5 19.5 19 19.5 19 19 18.5 but the score 91 واحد وتسعون علامة لمطار السيد هو في المركز الثاني لغاية الآن بعد عاتق البداية. Thank you. Next, horse to go.
نبدا الى نتائج الجواد رقم 379 رويال بيلا، ام الاب درع الشقب، وام الام جميله الجمال، مالك الاستاذ رضا بن جعفر بن حسين شبيني. سكور فورس نمبر E79. طيب هوي العربيه 19.5 19.5 18.5 19.5 18.5 19.5 18.5 body and jism 19.5 18 18 18 18 18 18 and 18 legs قوائم 17 16 15.5 16 16 15.5 15.5 movement الحركة 20 19 19 18.5 19 18 18.5 19 total score 90.33 90.33 مجموع علامات رويال بيلا. Thank you. Next horse to go. الآن نتائج الجواد رقم 380 مشهور دي دريم من الأب اي كي اس الهاندرو، من الأم ام زد او اي شاه، المالك الفاضلة هناء بكري مدني حجار مربط الهنا. سكور فورس نمبر 380 تايب تهوي العربية 19 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 ما شاء الله. هذا نك رأس الرقبة 19 19.5 19 19.5 19 18.5 and 19 body adjacent 18.5 one time 18 18 18 18 18.5 18 next 16.5 15.5 15.5 15.5 16 15.5 15.5 final movement أخيرا الحركة واو واو 20 20 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 total score 91.75 91.75 لتصدر مشهور دي دريم. هذه الفئة لغاية الآن. Thank you. Next horse to go.
نعود للنتائج والنتيجة الآن للجواد رقم 381 تمام عذبة، وهم الأفاد الشقب والأم ستار مروان المالك الأستاذ فيصل بن فهد السويكة الهاجري مربط الظهران. سكور فورس نمبر 381 لايف هوية العربية 19 20 19.5 19.5 20 19 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 5. Masha'Allah. Buddy, Jism. 5 3 times 18 6 1 17 15 15 15 15 15.5 15 15 movement al-haraka 19.5 19 19 19 19.5 18.5 19 19 total score 91.33 91.33 Thank you. Next to go. لدينا نتائج الجواد رقم 382 شامخ الهواجر من الأب اف اي الرشيم ومن الأم اس اس اندورا المالك الأستاذ عمار عبد المحسن علي آل ناصر مربط أوسام. سكور فورس نمبر 382 تايب لهوية العربية 19.5 4 times 19 18.5 19 19 19 body at jism 18.5 17.5 18 18 18.5 18 18 17.5 legs 16.5 4 times 15 3 times 15.5 movement al-haraka 19.5 18.5 19 19 18.5 18.5 at 19 total score 90.17. إذن 90.17 مجموع علامات شامخ الهواجر. Thank you. Next, hard to go.
لدي نتائج الجواز رقم 383 SR سيف من الأم فورلوكس الفهد ومن الأم اي اف كميلة المالك الأستاذ معاذ مساعد محمد البوعنين مربط جمايل للخيل العربية الأصيلة غولف هورس نمبر 383 تايب هوي العربية 19.5 19 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
90.5 total score 91.50. إذا 91.50 لأس آر سيف. You. Next horse to go. هذه الآن نتائج الجواد رقم 384 دي جلاء، وهم الأب اف اي الرشيم، والأم دي داليا، المالك الأستاذ إبداح عايض، عبد الله آل عريمة الدوسري، أربط الفرس الخيل العربية الأصيلة. سكور فورس نمبر 384 لايب هوي العربية 19.5 19.5 19 19 19 20 19.5 19. إذا ذاك خلاص الرقبة 19.5 19.5 19 19.5 20 19 19.5. بادي الجسم 19 5 times 17.5 18 17.5. legs 17.5 15 15.5 15.5 15.5 15 16 15. movement الحركة 20 19 19 19 19.5 19 at 19 total score 90.67 90.67. لدي جلاء thank you next please next horse to go. We'll be right back.
لدي نتائج الجواد رقم 385 ورد البراري، الأب ديزاين فور لايف، والأم أبها عبار. أما المالك فهو الأستاذ عبد الله بن موسم بن تريحي بن في عين العتيبي مربط قيصر العرب للخيل العربية الأصيلة. سكور فورس نمبر 385 تايب هوي العربية 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5. ما شاء الله. هيد اند نيك راس ورقبة 19 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
واو 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 ما شاء الله 20 90.5 20 20 90.5 20 20 and 20 ما شاء الله توتال سكور 91.50 91.50. وفي المركز الثاني لغاية الآن هذا الجواد رقم 385 ورد البراري. Thank you. Next, please. Last horse to go. إذن لدي الآن نتائج الجواد رقم 386 مقداد الهواجر وهم الأب فئي الرشيم ومن الأم لك ستار المالك الأستاذ حسن بن مقداد بن حبيب الدرويش مربط الحسن. سكور ورس نمبر 3 8 6 4 5 الهوية العربية 19.5 18.5 6 times 19. هدنك رأس الرقبة 19 18.5 6 times 19. بادي الجسم 3 times 18 18.5 4 times 18. legs قوائم 16 15 15.5 4 times 15 and 15. movement الحركة 19.5 18.5 3 times 19 18.5 18.5 at 19. total score 90.17 90.17 مجموع علامات مقداد الهواجس. هذا وآخر الأفحل في أرض الميدان. That was last horse in this class. Thank you, judges. Thank you, ringmaster. Thank you, DC. شكرا سادة الحكام. شكرا موصول مسؤول ميدان. وشكر للجنة الانضباط. لحظات ونعلن باقي النتائج. This program is offered by
لدي الآن نتائج الجواد رقم 387 دي رواج. دي رواج من الأب أي الرشيم والأم دي شرود. المالك الأستاذ فهد سعيد زايد ابن محمد آل عايض مربط آل زايد. سكور هورس نمبر 387. تايب الهوية العربية 19.5 19.5 19.5 20 19.5 19.5 19.5 ما شاء الله هذا النك الرأس والرقبة. واو واو 19.5 20 19.5 19.5 19.5 18 next قوائم 15.5 15 16 15.5 16 15 movement الحركة 19.5 19.5 19.5 19.5 total score 92.17 92.17. يتصدر دي رواج يتصدر على رواج هذا اليوم هذا الصباح. دي رواج هو المتصدر لدي نتيجة واحدة لغاية الآن. أقول لدي نتيجة لم أعلنها بعد لكن دي رواج لغاية الآن هو المتصدر. آخر النتائج التي أنتظرها الآن فتصلني وهي رقم 388 عزيز الشعلان من الأب شال دريم ديزرت ومن الأم اتش دي سي لايكا. المالك الأستاذ عبد العزيز خالد هايل الشعلان. سكور بورس نمبر 388 فور تايب الهوية العربية 19 19 19.5 19.5 19.5 19 19. هذا النيك رأس الرقبة 19.5 18 18.5 4 times 19 بعد 18 18.5 18 18.5 18 18.5 16 15 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 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19
لدينا النتيجة النهائية. First place المركز الأول horse number 387 رقم 387 دي رواج. ألف مبروك للأستاذ فهد سعيد زايد ابن محمد آل عايد مربط الزايد. second place المركز الثاني horse number 380 رقم 380 مشهور دي دريم. ألف مبروك للفاضلة هنا بكري مدني حجار مربط الهنا. third place المركز الثالث horse number 385 رقم 385 ورد البراري. نبارك الأستاذ عبد الله بن موسم بن رحيب بن فيع العتيبي. فورث بليس المركز الرابع هورس نمبر 383 رقم 383 اس ار سيف. نبارك لسيد معاذ مساعد محمد ال بوعنين. فيفث بليس المركز الخامس هورس نمبر 388 الجواد رقم 388 عزيز الشعلان. ونبارك للأستاذ عبد العزيز خالد هايل الشعلان. ألف مبروك لجميع الفائزين.
إذا يتفضل الأستاذ تركي بن عبد الله الخلطي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمركز الملك عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة. يتفضل أبو عبد الله، مشكورا بتتويج الفائزين في هذه الفئة. كل الشكر والتقدير للأستاذ تركي بن عبد الله الخلطي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمركز الملك عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة، ليتفضل مشكورا ويتوج الفائزين في المراكز الخمس الأولى. ونبدأ الآن أبو عبد الله نتوج أول الفائزين المركز الأول للجميل الرائع دي رواج من الأب فيا الرشيم والأم دي شرود المربي من ربط دبي الخيل العربي الأصيلة والمالك الأستاذ فهد سعيد زايد بن محمد آل عايد مربط آل زايد. ألف مبروك لمربط آل زايد. والمركز الثاني كان للجميل الآخر مشهور جي دريم الجواد رقم 380 من الأب إي كي أس أليهاندرو والأم إم زد أو إيشا المالك الفاضلة هناء بكري مدني حجار مربط الهنا الرائع. ألف مبروك لمربط الهنا. المركز الثالث لرقم 385 وورد البراري من الأب ديزاين فور لايف والأم أبها عبار. ألف مبروك أستاذ عبد الله بن موسم بن تريحي بن فيعل عتيبي مربط قيصر العرب. ألف مبروك. المركز الخامس كان من نصيب الجواد رقم 388 عزيز الشعلان من الأب شالدريم ديزرت ومن الأم اتش دي سي لايكا. ونبارك للأستاذ عبد العزيز خالد هايل الشعلان. مبروك لجميع الفائزين في هذه الفئة. مبروك للجميع وكل الشكر والتقدير للأستاذ تركي بن عبد الله الخلطي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمركز الملك عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة لتفضله بتتويج الفائزين. لحظات